أما قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذه يجب أن تفسر بما فسره السلف رحمهم الله من أن الآية المقصود بها هي الصلاة كما قال الطبري وغيره، بدليل أنها هي الصلاة أن قوله عشيا هي صلاة العصر وتظهرون هي صلاة الظهر. فتنزيل غياب سلطان الله عز وجل في بعض الأوقات وما شابه ذلك فهذا شيء غريب. ثم على هذا القول أمرنا أن نسبح سلطان الله، والآية إنما فيها تسبيح لله لا للسلطان، فما أحسن وأجمل تفاسير السلف التي لا يزل بها بإذن الله من رجع إليها. فالعقليات والاستحسانات لا خير فيها، ولا شك أنه لا خير فيها.